واي. فضيحة بكل المقاييس في الأغنية بتاعت مريم فارس اللي عاملاها لمونديال قطر 2022، مونديال كأس العالم. معظمنا حابب الفكرة أو حابب التنظيم بتاع البطولة إنها في قطر، علشان أغلبيتها أو كل حاجة فيها بتدعو للدين الإسلامي. يمكن الشيوخ ويمكن الحاجات اللي هم عاملينها كلها بتعرفك يعني إيه دين الإسلام. واللي عجبنا كمان لأن كل اللي جاي لك أجانب، فدي حاجة هتعرف الدول التانية وهتعرف الأجانب الدين بتاعك. ختموها بحاجة غريبة جدا وحاجة صدمتنا كلنا، وهي الأغنية بتاعت مريم فارس. أغنية ملهاش علاقة بالكرة خالص، يعني أنت عملت كل حاجة حلوة وجيت عند الحاجة دي وبوظت الدنيا نهائي. مش عارف يعني، ولا صوت ولا هي بتعرف تغني ولا هي حركات ملهاش علاقة بالكرة. إيه اللي دخل ده في الكرة؟ أنا مش فاهم. فعلا حاجة وحشة جدا. أتمنى أنهم يمسحوا الفيديو كليب وينزلوا حاجة أفضل من كده كمان. ده كان رأيي، أنا عارف أن في ناس رأيها غير كده، بس ده كان رأيي في الموضوع.